معي في هذه اللحظة وعبر عدسة بازيدان برو رئيس لجنة الحكام في هذه البطولة حكم درجة أولى الحكم الكبير متعب النمري. نحييك عبر عدسة بازيدان برو. أهلا وسهلا بكم في محافظة الطائف. شرفتونا من ممكن من دور 32 أو من الدوري مجموعات، فأهلا وسهلا بكم في محافظة الطائف. رئيس لجنة الحكام دائما تتهرب من الكاميرات وترفض الظهور الإعلامي. طبعا شكرا لاستضافتكم. بأمانة أنا ما أتهرب، لكن العمل اللي احنا نقوم فيه من بداية البطولة إلى اليوم المباراة الختامية عمل يعني يستوجب الصمت، ولا أنا ما عندي مشكلة أقدر أطلع معك كل مرة وأصرح وأرد، لكن العمل اللي أنا أقوم فيه الحين واضع على أرض الميدان. أنا يعني الحمد لله بالنسبة للرابطة كلفت، وهذا تشريف لي أني أكون مع أبناء الطائف في خدمة الطائف، وعملت على خطين، وجدت مجموعة من الحكام ممكن كبار في السن 5 أو 6 حكام، واستقطبت 8 حكام الآن أعمارهم ما بين 20 إلى 22 سنة الآن معنا يعملون في الرابطة، وإن شاء الله أنهم الرابطة تكون نواة لهم وراح يصعدون بإذن الله لدوري شباب وناشئين في الموسم القادم بعد حصولهم على دورة مستجدين بإذن الله تعالى. كيف تقيم الحكام الذين شاركوا في هذه البطولة كرئيس لجنة الحكام؟ دائما الرئيس يقول شكرا للجميع، ناس تعبت وسهرت وجو، واللي مريض وتحمل مرض وجاء حكم معي، وأقول شكرا لهم والله إنهم تاج على رأس، يقسم بالله ما أوفيهم حقهم أمانة، وحصل أشياء كثيرة وهو حصلتهم جنبي أنا شخصيا، أنا خادمهم وليس رئيس لجنة حكام. كم تعطيهم من 10؟ والله بأمانة أنا أعطيهم من 8 من 10 بالنسبة لي كمرحلة أولى في البطولة هذه، وانتظر القادم بإذن الله، القادم أجمل بالنسبة للرابطة بالنسبة للحكام بإذن الله. بالتأكيد أستاذ متعب، لكل عمل إيجابيات وسلبيات، ما هي أبرز الإيجابيات التي نلتها في هذه البطولة والصعوبات والسلبيات التي واجهتكم في هذه البطولة؟ شكرا لرئيس رابطة الأحياء محمد الطائف الأستاذ متعب فلاح اللي وضع الثقة الكامل لي أنا شخصيا. شكرا للأستاذ عبد الهادي الزايدي نائب رئيس الرابطة. شكرا للأستاذ زكي، بأمانة ثلاثي ذهبي ومكسب لمحافظة الطائف، عملت عن قرب جنبهم الحمد لله. نسأل الله التوفيق دائما في العمل وأتمنى لهم إن شاء الله بإذن الله، وهذه هي النوار البطولة الأولى للنجاح في البطولة القادمة. بالتأكيد نجاح واضح في هذه البطولة من جميع النواحي، الأمور الانضباطية كذلك الأمور الفنية كذلك التنظيم، تطور واضح عن البطولات الماضية. كيف وجدت رابطة الأحياء بنسختها الأولى أستاذ متعب؟ الكل يشيد بهذه البطولة. طبعا أنا جلست 15 سنة في جدة، لي سنتين الآن في محافظة الطائف، الحمد لله اللي وصلنا للمرحلة المتقدمة هذه ولحقنا الركب بالنسبة للتنظيم بالنسبة للترتيب بالنسبة للبطولة، اللهم لك الحمد اللي وصلنا هذه المرحلة، وهذا شيء جميل بالنسبة لمحافظة الطائف. أتمنى استمرارها، أتمنى عدم مشاركة لاعبي الأندية لأنهم أضروا بأبناء الأحياء كمستوى فني، ولهم مكسب لنا كأخوان وأدائهم الفني جميل في الملعب، فأنا ضد فكرة أنهم يكونوا موجودين لأنهم مستواهم الفني عالي، فما أبغاهم يختلطوا أو يجتمعوا أو يلعبوا مع أبناء الحي، لأن أبناء الحي مستواهم الفني الآن لو لاحظت المجموعات 46 فريق، كل الفرق جاي من مناطق بعيدة، من الشفا، من الهدى، من الحوية، من السر، من ضواحي الطائف ومن الطائف، كلهم أبناء أحياء، يعني يتمرن تمرينين في اليوم في الأسبوع أو 3 تمارين، بعكس أبناء الأندية اللي يتمرن الأسبوع كامل، فتكون أنا كمسؤول أمام الله سبحانه وتعالى مقارنة ظالمة لهم في الملعب. لاعب جاهز الموسم كامل، لما تقارنه بلاعب يتمرن 3 تمارين وابن حي أو ابن حارة، فهذه مشكلة بالنسبة للأداء الفني في الملعب. من هذه الرؤية أنا أتمنى عدم استمرارهم في البطولات القادمة. بالتأكيد هي وجهة نظر من الأستاذ متعب النمري رئيس لجنة الحكام في هذه البطولة. أكثر شيء لفت انتباهك وجذبك في هذه البطولة؟ بأمانة شكرا لأبناء الطائف المخلصين اللي يتمنون نجاح الرابطة ونجاح البطولات،
وانا اعتبرهم مخلصين لاني انا لاحظت فوجيهم يبادر بالاتصال يسال فيه اسماء. اقسم بالله اني انا تشرفت بمعرفتهم الان خلال البطوله. على فيهم مجموعه الاستاذ علي العنبري حكم من حكامي اخ لي كسبته، الاستاذ ثامر العوفي مدرب اجيال، علي الحميدي المدرب المحترف، في مجموعه والله لا حصر لهم 46 فريق اقسم بالله، ممكن 48 استاذ 48 الاغلبيه منهم كسبتهم كاخوان، ناس بامانه اللي حتى فيهم يبغون يعني نجاح كره الطائف، وهذا شيء والله العظيم اني اثرش صدري. فيه اناس الله يصلحهم ويهديهم ان شاء الله انهم يكونوا بعيدين عنا، ان شاء الله انهم قله، وان شاء الله لما يشوفوا النجاحات انهم يلحقوا بالركب باذن الله. بالتاكيد لكل عمل حساد ولكل عمل وناس تتمنى نجاحه، هذا هو الحال في اي عمل. استاذ متعب، كان هذا حديث رئيس لجنه الحكام في هذه البطوله الاستاذ الكبير متعب النمري. شكرا للاستاذ متعب الذي كان ضيفا لنا عبر عدسه بازيدان برو، تغطيتنا مستمره، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.